السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. تغطية إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية على مدار ساعة من الآن، أناقش فيها معكم أنا عمر مصطفى. قمة مرتقبة للناتو في الذكرى 75 لتأسيس الحلف، وأوكرانيا الملف الأبرز على طاولة القادة. نتابع أيضا تمسك بايدن بخوض السباق الرئاسي رغم تصاعد المطالبات بانسحابه. والآن إلى استعدادات عقد قمة حلف الناتو في واشنطن. On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed, became known as the North Atlantic Treaty Organization. تنطلق اليوم قمة حلف الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الحلف. أكد البنتاغون أن تلك القمة جاءت للتأكيد على أهمية الالتزام بنسبة 2% للإنفاق الدفاعي من الناتج القومي التي تعهدت بها دول الحلف، إضافة إلى تقديم مساعدات لأوكرانيا لتعزيز قدراتها لمواجهة الهجمات الروسية. انطلقت الشرارة الأولى لتأسيس حلف شمال الأطلسي في عام 1949 بمشاركة 12 دولة في تأسيسه. كان الهدف من تأسيس حلف الناتو مواجهة توسع الاتحاد السوفيتي في أوروبا والعالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية. البوصلة الفضية التي تشير إلى الجهات الأصلية لها ثقلها في العالم، ورصيدها العسكري يؤكد أنها خصم عنيد. ترمز لتحالف عسكري خلق تحت هاجس واحد لم يتغير على مدار عقود، ملاحقة الاتحاد السوفيتي أو روسيا. حلف شمال الأطلسي أو الناتو بدأت فكرته بتوقيع معاهدة بروكسل للدفاع المتبادل ضد التهديد السوفيتي في بداية الحرب الباردة في 17 من مارس عام 1948، وضمت بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وفرنسا والمملكة المتحدة. لكن كانت قوة التحالف العسكرية ضعيفة أمام الاتحاد السوفيتي، ما دفع وزير الخارجية البريطاني إرنست فين لاقتراح تطوير استراتيجية عسكرية غربية مشتركة لمواجهته، ووافقته أمريكا. في واشنطن في 4 من إبريل عام 1949 وقع قادة أوروبيون مع عسكريين أمريكيين في البنتاغون على معاهدة حلف شمال الأطلسي، وضم دول معاهدة بروكسل بالإضافة إلى أمريكا وكندا والبرتغال وإيطاليا والنرويج والدنمارك وأيسلندا. تحرك الاتحاد السوفيتي لمواجهة الناتو فأسس حلف وارسو في عام 1955. قوة الناتو تكمن في أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا أعضاء دائمين في مجلس الأمن ويتمتعون بحق الفيتو، وهم رسمياً دول حائزة للأسلحة النووية. ووضع الحلف نظاماً للدفاع الجماعي، وتعد أخطر بنود ميثاقه المادة 5 التي تنص على أن أي هجوم على أحد أعضائه هو هجوم على جميع الأعضاء، تم تفعيلها مرة واحدة فقط عقب هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، فنشر بعدها الناتو قواته في أفغانستان. كما شارك الناتو في تنفيذ منطقة حظر جوي خلال حرب البوسنة والهرسك
عام 1992، ونفذ عدة ضربات جوية ساعدت على إنهاء الحروب اليوغوسلافية. في عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي، الخصم الرئيسي للناتو، وانهار حلف وارسو، وأدى ذلك إلى إعادة تقييم استراتيجية الحلف ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية الموقعة بين الجانبين، ليتم تعديلها بعد ذلك عام 1999، حيث حددت أسقفاً وطنية وإقليمية للأسلحة والمعدات التقليدية، وسمح للدول الأطراف بتجاوز الحدود المقررة مؤقتاً في حالة المناورات العسكرية والانتشار المؤقت. عاد الهاجس القديم يراود الناتو عقب قيام روسيا بضم القرن في 2014، فقام بتشكيل قوة جديدة تضم 5000 جندي في قواعد بالقرب من روسيا. ومع ظهور الصين بالمشهد، بدأ الناتو في إعادة نشر قواته على جناحي الشرقي والجنوب الشرقي عام 2017. ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، اتجه الحلف صوب تعزيز قوة الردع والإنفاق العسكري، ووافقت الدول الأعضاء على وثيقة مفهوم استراتيجي جديد تستند على الردع والدفاع. واعتبرت الوثيقة أن روسيا أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء، وطموحات الصين وسياساتها أكبر تحدي. وفي 2023 زاد الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو ليبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، وقرر الناتو زيادة قوات التأهب في أوروبا من 40,000 إلى أكثر من 300,000، وعزز قواته الدفاعية في دول بشرق أوروبا المتاخمة لروسيا بثماني مجموعات قتالية متعددة الجنسيات. ويبلغ مجموع جنود الناتو 3.5 مليون جندي، ومنذ تأسيسه زادت الدول الأعضاء من 12 دولة إلى 32 دولة. ويظل الناتو أقوى تحالف عسكري في العالم عبر التاريخ وبشهادة الخبراء. تستهدف الأحلاف العسكرية الإمساك بقبضة القرار العسكري والسياسي على الصعيد الدولي، وفي إطار الصراعات والنزاعات الدولية تتشكل أحلاف وأحلاف مضادة تعكس صراع الدول الكبرى على الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية. في خضم عالم مضطرب وتنافس دولي محتدم، تشهد الساحة الدولية سباقاً محموماً لإنشاء أحلاف عسكرية جديدة في محاولة لإعادة رسم خريطة القوة والنفوذ. This treaty is a simple document. The nations which sign it agree to abide by the peaceful principles of the United Nations, to maintain friendly relations and economic cooperation with one another, and to come to the aid of any one of them who may be attacked. حلف الناتو منذ نشأته في عام 1949 رسخ هيمنة غربية عابرة للقارات، إلى أن الدول الكبرى المناوئة للغرب وعلى رأسها روسيا والصين لم تتوقف خطاها عن إنشاء أحلاف ومعاهدات عسكرية لتأمين مصالحها الاستراتيجية. حلف وارسو أقامه المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة في مواجهة حلف شمال الأطلسي، لكن الحلف تفكك رسمياً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تحالف سياسي عسكري أسس عام 1992، يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان،
تحاول موسكو من خلاله استعادة أمجاد حلف وورسو ومواجهة تطلعات حلف شمال الأطلسي. تحالف العيون الخمس بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي يرجع تأسيسه إلى الأربعينيات من القرن الماضي، يرتكز نشاطه بدرجة أساسية على التعاون الاستخباراتي. ومع تنامي العلاقات الاستراتيجية بين الصين الشعبية وروسيا الاتحادية، أسست الولايات المتحدة عام 2007 تحالف الحوار الأمني الرباعي المعروف بكواد مع اليابان وأستراليا والهند لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء بالحلف، مع انشغال أمريكا بحربيها في أفغانستان والعراق. تحالف ثلاثي آخر يضم كل من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يعرف باسم أوكوس، أسس في 2021 لاحتواء الصين في منطقة جنوب شرق آسيا. وفي يونيو 2024 وقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية تعاون استراتيجي تشمل الدفاع المشترك، تهدف لتعزيز علاقات البلدين ومساعدتهما على مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الأمريكية. وما بين محاولات الولايات المتحدة لبقائها منفردة على قمة نظام عالمي أحادي القطب، تسعى التحالفات العسكرية المناوئة للناتو إلى فرض هيمنتها على الساحة الدولية عبر تحدي التفوق الغربي وإعادة توزيع موازين القوى. وللمزيد ينضم إلي من واشنطن السيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية. بعد التحية السيد ماركو، يعني كيف تشاهد وتقيم أثناء الاحتفال بالذكرى 75 للاتحاد لحلف الناتو، تقام هذه الاجتماع أو الدورة في واشنطن، ما هي دلالة ذلك؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن الدورة الحالية في الاجتماع حلف الناتو تأتي في خضم مأساة كبيرة ومشاكل كبيرة يشهدها النظام الدولي الآن، من مشاكل أوكرانيا لمشاكل أيضا لقطاع غزة لمشاكل أيضا داخلية سياسية للولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن الرئيس بايدن لديه رسالتين واضحتان في هذا الاجتماع أو هذه القمة، قمة حلف الناتو. الرسالة الأولى هي يثبت أن العالم كله أن حلف الناتو مهم، ولديه رسالة قوية جدا، وهي القضاء أو تقميم أو أوضاع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. والرسالة الأهم من وجهة نظري هي توصيل رسائل داخلية، لأنه لتوحيد حزبه الديمقراطي، لتوحيد صفوفه في حملته الانتخابية الداخلية ضد الرئيس ترامب. أنا أعتقد أنه يريد إرسال رسائل بأن حلف الناتو موحد، وأيضا الحزب الديمقراطي موحد لترشيحه في خلال الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر، في 5 من نوفمبر القادم. ولكن قمة حلف الناتو تأتي في مشاكل كثيرة جدا، وأنا أعتقد أن الزعماء حلف الناتو يعتقدون بأن الرئيس ترامب هو الخطر القادم على حلف الناتو، ويريدون أيضا المام اكثر من المزيد من الامور في حال وصول ترامب، لانه يخافون ايضا بان اذا كان ترامب يصل الى الحكم في 5 نوفمبر القادم، فانه سوف يفرض عقوبات او على الاقل يوقف مساعدات عسكريه او مساعدات ماليه لدول حلف الناتو على راسها اوكرانيا. فهم يريدون تحويل ذلك، ويريدون تحويل باعتماد حلف الناتو فقط على الولايات المتحده، ويريدونها دوليا، بمعنى بان يكون حلف الناتو لديه موارد ماديه وموارد عسكريه متنوعه، من ضمنها الولايات المتحده الامريكيه، ولكن لها ليست تكون معتمده باعتماد كليا او بشكل كبير على الولايات المتحده. في حاله وصول ترامب الى الحكم، فهم يريدون، وهو من اوائل القرارات اللي سوف يتخذونها في هذه القمه، يريدون ان مجموعه الاتصال الدفاعيه الخاصه باوكرانيا، وهي مجموعه
تقودها بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وعسكريا وماديا، يريدون تنويع مصادر الدخل أو مصادر الدعم العسكري والمادي لهذه المجموعة بحيث تكون معتمدة بشكل كبير على دول حلف الناتو وليس فقط بشكل قسري على الولايات المتحدة، في تجنب وصول الرئيس ترامب إلى الحكم. وبالطبع هو رئيس يعتمد على الشعبوية ويريد تقليص دور الولايات المتحدة في حلف الناتو سواء بالدعم المادي أو بالدعم العسكري، وهو قالها مرارا وتكرارا بأنه من الممكن أن يدعم روسيا في حال هجومها على أي دولة في حلف الناتو ما دامت لم تدفع حوالي 2% من إجمالي الناتج القومي مساعدات عسكرية لحلف الناتو. فهو رئيس رجل أعمال بالطبع، كل هذه المسائل السياسية بالنسبة له مسائل أرقام ومسائل حسابية فقط. إذا لم تكن الدول الأخرى في حلف الناتو قادرة على الدفع 2 أو أكثر من إجمالي الناتج القومي لمساعدتها العسكرية للناتو، إذا فالولايات المتحدة لن تقوم بحمايتها أو لن تقوم بمساعدتها تحت البند الخامس من حلف الناتو. نعم سيد ماركو مصعد، ابقى معنا، نحن ننضم الآن إلى باريس حيث نرحب بالسيد كرزان حميد الكاتب والباحث السياسي. سيد حميد، يعني نحن الآن أمام حلف ناتو بمقدرات وبأهداف محددة، وفي نفس الوقت هناك حلف وارسو أو ما يعرف بوارسو والمخاطر التي قد تحيط بالناتو من ذلك. صباح الخير أستاذ عمر، لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. بداية الأمر أعتقد أن حلف وارسو تفككت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مبدئيا وعمليا، لكن هناك حلف آخر الذي يعتمد عليه روسيا وهو التحالفات الفردية مع دول الجمهوريات السابقة القريبة منها وبعض الدول خارج منطقة آسيا وأوروبا من أفريقيا ومن الصين أيضا. الآن هناك قوتين كبيرتين، أحدهما بمفردها وهو روسيا، والآن في المقابل هناك حلف الشمال الأطلسي الذي تأسست أو وقفت للوقف المد الشيوعي في بعد الحرب العالمية الثانية. الآن هناك اجتماع قادم اليوم، ربما اليوم بتوقيت واشنطن الثلاثاء، أن تجري اجتماع في السنوية 75 لتأسيس حلف الشمال الأطلسي الناتو من أجل إبقاء على سياساته الحالية تجاه روسيا وتجاه القضايا الدولية. أنا باعتقادي الاجتماع سيتضمن نقطتين أساسيتين، الأول هو إبقاء على المساعدات العسكرية الحالية المقدمة لأوكرانيا في مستوى 40 مليار دولار سنويا، والنقطة الثانية هو إبعاد تدخلات الرئيس الأمريكي القادم الذي هو المقصود منه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق من تدخل في سياسات حلف الشمال الأطلسي الناتو بعد التهديدات التي أطلقها خلال الشهور الماضية بوقف مساعدات أو خروج الولايات المتحدة الأمريكية من حلف الشمال الأطلسي ووضع أوروبا في جبهة مباشرة مع روسيا، خاصة بعد هذه الأزمة الحالية ضمن الحرب الروسية الأوكرانية. أنا باعتقادي الآن ناتو ستدرس ولديها مشكلة كبيرة الآن، وكل السياسيين وكل المتابعين متفقين على أن الحرب الروسية الأوكرانية هي ليست حرب روسية أوكرانية مباشرة، صحيح أنها مباشرة، لكن أنها حرب روسيا مع حلف الشمال الأطلسي الـ 32 عضواً المنضوية تحت حلف الناتو، دخلت في حرب مباشرة غير مباشرة مع موسكو لكن بوكالة أوكرانيا وعلى أرض أوكرانيا. ويتضمن الاجتماع أيضا بحسب الخبراء وبحسب المشاركين في الاجتماع، لا يتضمن الاجتماع اليوم عضوية أوكرانيا الذي حاول مجدد مرارا وتكرارا بدخول حلف الشمال الأطلسي كتحدي لموسكو والتحدي لسياسات بوتين في روسيا. لا يتضمن هذه النقطة مهمة جدا للأعضاء الحلف، وكثير من الدول الأعضاء لا تقبل بعضوية أوكرانيا. كل هذه يتم دراستها
وفق مخاوف كبيرة من التغيرات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية، والدول الكثيرة التي دخلت اليمينيين المتطرفين إلى السلطة، وأمريكا هناك أيضا تغيير مزمع ربما، وكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى فوز دونالد ترامب، وهذه ما جعل الدول الأوروبية خاصة فرنسا وألمانيا والدول الجارة لروسيا من مخاوف بأن تتركهم الولايات المتحدة وحيدا تجاه روسيا إن حاولت الهجوم عليها وعدم تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية في الشمال الأطلسي. نعم سيد حميد، ابقى معنا، يعني ننتقل إلى السيد ماركو مصعد من واشنطن مرة أخرى. يعني لدينا معطيات متعددة، ماذا استقيت مما لدينا؟ أنا أعتقد إن حلف الناتو أو زعماء حلف الناتو لديهم، نعم أنا أعتقد لديهم مخاوف كبيرة جدا من تولي أو من صعود اليمين، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في عديد من الدول القوية في حلف الناتو. نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن ألمانيا، نتحدث أيضا عن أسبانيا، وهو الحزب الحاكم في أسبانيا يعتمد في حكمه على ائتلاف حاكم عظمه من اليمين. أعتقد إن هذه التركيبة الآن تركيبة شعبوية قومية في على جانبي الأطلسي، جانبي الأطلسي من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه المخاوف أو كل هذا الصعود اليمين المتطرف او اختلاف حده اليمين المتطرف او الشعبوي او القومي من ان الشعب، لان اليمين المتطرف من المعروف انه يطالب بالعزله او يطالب بانه يضع مسائله، يضع دولته على راس الاولويات وليس فقط في تجمع دولي كما يعتقد الكثيرون. اما من ناحيه بايدن هو من ضمن الزعماء الكبيرين جدا الداعمين لحلف الناتو، وزعماء حلف الناتو قالوا انه افضل صديق في خلال ال3 سنوات ونصف في فترة حكمه لحلف الناتو. من المعروف أيضا أن بايدن داعم قوي للتحالفات الكبيرة التي تدخلها الولايات المتحدة الأمريكية. على العكس تماما ترامب هو يميني يتجه ناحية العزلة الدولية، يتجه ناحية أن الولايات المتحدة لم تقوم بحماية حلفائها حتى لم يدفعوا مقابل هذه الحماية. كل هذه الاختلافات السياسية للزعماء أو كل هذه الاختلافات التركيبة السياسية على جانبي الأطلسي هي ما تخيف الآن حلفاء الناتو. الناتو الآن في موقف حرج جدا، خاصة مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية مراحل حساسة. هناك كثيرا من الأقاويل والتحليلات في واشنطن تقول بأن الرئيس بايدن يريد أن يضخ كثيرا من الأموال والمعدات العسكرية للجانب الأوكراني حتى يصلوا إلى إنجازات عسكرية على الأرض، مما يساعده هو وحلفاء الولايات المتحدة في هذه الحالة للتفاوض السهل مع روسيا، لأنه عند وصول بايدن إلى الحكم فهناك الكثير من الأقاويل أنه يقول أنه بايدن سوف يؤدي إلى أو سوف يضغط ناحية المفاوضات السياسية مع روسيا، ولكنه قبل أن يصل إلى هذه المفاوضات يريد أن الجانب الأوكراني يحرز تقدمات عسكرية على الأرض. هذا ما يريده بايدن. أما بالنسبة ترامب بالطبع هو قرر مرارا وتكرارا أنه لن يريد أن يمرر حزمات عسكرية أوكرانية كثيرة، ورأينا ذلك أيضا من مجلس النواب عندما عرقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبناء على ذلك أيضا اعتذر الرئيس الأمريكي لزيلينسكي وقال أنه نحن نعتذر نيابة عن الشعب الأمريكي لأننا لن نقوم بدورنا ناحية حماية أوكرانيا. ما بين هذا الرئيس وما بين ذاك الرئيس، ما بين ترامب وما بايدن، أنا أعتقد أن هناك كثيرا من الخوف وكثيرا من الهرع لدى حلف الناتو، لأنهم لا يعرفون ما سوف يأتي بعد، ما هو المستقبل إذا تولى ترامب الحكم، وأيضا صعود اليمين المتطرف، إذا فهناك يمين متطرف أو هناك ما يطالب بالعزلة الدولية على جانبي الأطلسي، وهو ما ضد فكرة الناتو أصلا، هو ضد ما فكرة الدفاع الجماعي لدول حلف الناتو. هذا ما يخيف حلف الناتو أو زعماء حلف الناتو. هناك كثيرا أيضا من الأزمات الاقتصادية من كثير من الدول لم تقوم بدفع المطلوب ناحية النفقات العسكرية. هناك أيضا كثيرا من الاتهامات خاصة في هذا الشأن ما بين إدارة بايدن وحملة ترامب، حيث أن حملة ترامب تقول أن 4 سنوات في فترة حكم ترامب هي كانت الأكثر سلاما لدول أوروبا، بينما حملة بايدن قالت أنها
هي من سعت لزيادة عدد الدول الأعضاء في حلف الناتو الذين يدفعون 2% من إجمالي الناتج القومي أو أكثر، كان الرقم من 9 إلى 23. هناك أيضا حلف الناتو وهذه الأزمة السياسية الخارجية أثرت بكثيرا أيضا على أو أصبحت مادة ساخنة جدا في السياسة الداخلية. أنا أعتقد أيضا أن الرئيس بايدن عليه ضغط كبير جدا الآن، بما أنه ظهر بموقف ضعيف جدا بعد المناظرة، وأيضا بعدها بمقابلة صحفية مع شبكة اي بي سي الأمريكية، فهو يريد إيصال رسالة أنه قادر ذهنيا وصحيا لقيادة العالم أو لقيادة حلف الناتو أو لإبراز أنه قد أوفى بوعوده بحماية التحالف أو بحماية الحلف ضد الاعتداءات الروسية في أوكرانيا. نعم سيد ماركو، أتحول وإياك إلى أستاذ كرزان حميد. يعني سؤالي هنا سيد كرزان عن رؤيتك إلى ما يخلفه أو دلالة أيضا ما يحققه بايدن من هذه الجولة أو هذا الانعقاد الذي يتم في واشنطن اليوم، ماذا يريد بايدن؟ بداية الأمر أنا أتفق في جزئيات قليلة مع ضيفي في واشنطن حول سياسة بايدن وترامب. يعني لا ننسى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديه مشاكل شخصية مع فولودمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الحالي، وهناك ملفات عديدة وسمعنا بأحاديث وتصريحات وحتى تسريبات بأن أثناء الحملة الانتخابية ضغط على زيلينسكي بكشف قضايا ملفات الفساد لنجل جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي. وبايدن من يمول هذه الحرب، بايدن يحاول أن يستمر دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف الشمال الأطلسي بالاستمرار بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا والإبقاء على حرب الاستنزاف، لأن سياسة بايدن الآن تجاه روسيا هي حرب استنزاف الطاقة، حرب الاستنزاف العسكري، بحيث يكون روسيا غير قادرة على المقاومة لمدة أكثر وإجبار روسيا في جلوس على طاولة المفاوضات. ولكن على أرض الواقع وحسب تحليلات المخابرات البريطانية الذي صدر العام الماضي، أكد أن روسيا لديها قدرة تامة واستمرارية لعام 2025 على المستوى الحالي إن هاجمت على هذه الطريقة لليوم. وفي المقابل هناك ضعف في الجبهة الأوكرانية وهناك انسحابات مستمرة في المدن والأقضية والقرى الأوكرانية لصالح القوات الروسية. بايدن يحاول الآن أن يستمر بالضغط على شركائه الأوروبيين، بالضغط على الدول ذات صناعات قوية كفرنسا كألمانيا بإرسال مزيد من الأسلحة، بإرسال مزيد من الأموال إلى أوكرانيا. لهذا نرى يعني الاجتماع الآن، وربما سيكون هناك تطورات كبيرة خاصة بعد تغيير الرئيس الحالي وتسلمه من المزمع تسلمه الرئيس الوزراء المستقيل الأوكراني الهولندي العفو مارك روتا لقيادة حلف الشمال الأطلسي في تشرين الثاني القادم. لهذا نرى أنا باعتقادي التطورات سيكون تطورات سلبية ليس لصالح حلف الشمال الأطلسي ولن يكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسه أيضا، إن كان بايدن أو كان ترامب على رأس الإدارة البيت الأبيض. باعتقادي الآن الدول الأوروبية عملت بشكل جاد وعملت بخطوات ملموسة بالاعتماد على صناعاتها الدفاعية، على صناعاتها العسكرية، وزيادة الإنفاق العسكري على المعدات وتجهيز المعدات، لأن دول الاتحاد الأوروبي وصلت إلى قناعة لا يمكنهم الاستمرار بهذه الطريقة في الدعم على بياض لنقولها أوكراني على حساب قواتها وجيوشها ودفاعاتها، لأن الآن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من نقص في الذخائر، تعاني في نقص، وناهيك على هذا لديها أزمة اقتصادية، لديها ارتفاع التضخم، لديها انخفاض في مستوى النمو الاقتصادي، كل هذه تؤثر على مزاجيات الناخبين. نعلم جيدا ما حصل خلال الانتخابات التشريعية البرلمانية الأوروبية ومن ثم انتخابات في فرنسا، والصعود المفاجئ لليمين المتطرف الرافض للاتحاد الأوروبي، الرافض للحرب الأوكرانية والروسية أو الروسية الأوكرانية. يعني
كانت كل هذه جعلت من القادة حلف الشمال الأطلسي قلقون جدا وحذرون جدا في تصريحاتهم ومتخوفون جدا من الرئيس القادم ربما ترامب أو بايدن. ربما بايدن لا يمكن الاستمرار في ولايته الثانية بسبب كبر عمره كما تفضل ضيفي وفقداني من الثقة أو فقداني مؤيدين كثار حتى من داخل حزبه. هذه كلها تؤثر على سياسة على خطط الحلف الشمال الأطلسي. نعلم جيدا أن هذه الحلف مرتبطة بسياسات الدول بالدول الأعضاء فيها، لكن كل ما الدولة تراجعت خطوة أو خطوتين كما فعل فرنسا أثناء رئاسة الشار ديغول عندما انسحب من حلف الشمال الأطلسي ناتو في الستينات القرن الماضي، خمسينات وستينات القرن الماضي. نعلم جيدا هذه كلها تجدد المخاوف انسحاب أعضائها أو دخول أعضاء جدد. الآن أمريكا وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، كان أحد الشروط عدم إدخال أوكرانيا وجورجيا أيضا في ضمن الحلف الشمال الأطلسي، أي بإيقاف توسع الحلف في مستواه الحالي في الأعضاء 32 الباقون، وإلا فلن يتم إدراج أو إدخال دول جديدة في الحلف. لهذا تحاول بسرعة يعني الحلف تحاول قبل تغيير في إدارة البيت الأبيض أن تثبت أساسيات هذه الحلف أن لا يمكن يتحكم بها أي رئيس قادم في البيت الأبيض. نعم. أنا باعتقادي سيكون هذه الحلف لديها خيارات محدودة وربما قد تصل إلى نتائج غير متفق عليها بين أعضائها. نعم، وصلت الفكرة. سيد كارزان حميد، كنت معي من باريس، الكاتب والباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكر أيضا شكرا جزيلا إلى السيد ماركو مصعد الباحث في العلاقات الدولية، كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. هذا وقصفت روسيا مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف بصاروخ، كما سقطت صواريخ على مدن أخرى في أنحاء أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 41 مدنيا على الأقل. واستمرت جهود الإنقاذ لإزالة الأنقاض في المستشفى حيث تحطمت النوافذ وانهارت الجدران، بينما أصيب أكثر من 170 شخصا في أعنف موجة من الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا منذ أشهر. طلب رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الضربات الصاروخية الروسية التي طالت عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف. وأدى القصف الروسي إلى مقتل 31 شخصا ووقوع عشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال. أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربات الصاروخية الروسية في أوكرانيا، وأشار بايدن إلى أن استهداف القوات الروسية مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بالوحشية حسب قوله. أشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن سيعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال قمة الناتو التي تنطلق اليوم في واشنطن. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية والمدنية في جميع أنحاء أوكرانيا. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش عنه قوله إن الصواريخ التي أصابت المستشفى الوطني التخصصي للأطفال في كييف، وهو أكبر منشأة للأطفال في أوكرانيا ومنشأة طبية أخرى في كييف، أنها صادمة، مضيفا أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى توفير الظروف الملائمة لإقامة حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا. وخلال لقائه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في بكين، قال الرئيس الصيني إنه من الممكن التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا إذ مارست القوى الكبرى دورا إيجابيا بدلا من الدور السلبي.
تأتي زيارة رئيس وزراء المجر إلى الصين قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي التي ستناقش تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وللمزيد ينضم إلي من كييف الدكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي. بداية وبعد التحية، أنت وسيدي من سكان العاصمة كييف، كيف تابعت الهجمات الروسية الأخيرة ميدانيا؟ صباح الخير. نعم، كانت اليوم الصادق يوما صعبا جدا، حيث في الصباح سمعنا انفجارات كثيرة في المدينة، و بعد ذلك جاءت الأخبار عن قصف المستشفى للأطفال، وهذه جريمة وحشية أخرى من طرف القوات الروسية. خلال هذه الفترة أكثر من سنتين قد اعتدنا نوعا ما إلى هذه المعاناة والجرائم، ولكن لا يمكن طبعا الاعتياد على هذه الأشياء، وهذا أمر صعب جدا. نعم، لكن سكان العاصمة يجتمعون وينظمون المساعدة للمتضررين، ليتم جمعها الأموال لدعم المستشفى والأشخاص المتضررين. الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث هذه الهجمات. من وجهة نظرك، يعني ماذا ينتظر الرئيس الأوكراني من المجلس؟ طبعا لا يمكن انتظار اي خطوات يعني عملية، اي نتائج ملموسة من ذلك، لان نحن نعلم ان روسيا هي العضو الدائم في مجلس الأمن، والآن هي تترأس هذا المجلس، وبالتالي هي تمتلك الحق فيتو وستستخدمه، حتى لو اتخذ المجلس أي قرار بشأن يعني إجراءات لمنع مثل هذه الجرائم أو عقوبة روسيا، هذا للأسف مستحيل، ولم نرى مثالا واحدا من هذه الجهة يعني مجلس الأمن أن تساهم في منع مثل هذه الجرائم. فقط هذه الخطوة هي ممكنة أخرى لإعلان، لتحدث علنا عن هذه الجرائم لكي يعلم العالم بأكمله ماذا يحدث وبماذا تقوم روسيا حالا. دكتور ميكولا، يعني الملف الأوكراني هو يعد الأبرز على طاولة حلف الناتو في هذه الجلسة التي ستنعقد في واشنطن اليوم، يعني كيف تتوقع أو ماذا تتوقع من هذه القمة تحديدا؟ طبعا الأمل الكبير لأوكرانيا أن يتم إعلان انضمام أوكرانيا إلى الناتو، ونحن نفهم أن ذلك لن يحدث في هذه السنة للأسف. ولكن ما من جانب آخر، توجد هناك خطط ومشاريع مختلفة، من بينها إنشاء بعثة للناتو لتنسيق المساعدات لأوكرانيا، والموافقة على برنامج دعم مالي ودعم عسكري لأوكرانيا. الآن هناك مجموعة رامشتاين التي تقوم بهذا التنسيق، وطبعا إذا قام بذلك الناتو ولكن وليس مجموعة أخرى، هذا سيكون أكثر ثباتا، وهذا الدعم سيكون منسقا أكثر و ملموسا أكثر. هذا أكبر توقعاتنا من هذا الاجتماع، وطبعا ستكون هناك إعلانات جديدة بأن مستقبل أوكرانيا في الناتو، وبعد إنهاء هذه الحرب ستنضم أوكرانيا إلى الناتو، ولكن المسألة هي مدة أو مواعيد إنهاء هذه الحرب، ولذلك نحن ننتظر
المزيد من الدعم لتقريب هذا الموعد. كيف تقيم موقف الولايات المتحدة وألمانيا من انضمام أوكرانيا إلى الناتو؟ هذا أمر مؤسف جدا. دول الناتو الكبرى وخاصة الدول التي تقع بعيدا عن الحدود الروسية تخاف من تصعيد محتمل، ولذلك تؤجل مسألة انضمام أوكرانيا. وتلك الدول ترى ربما أن فقط بعد أن تصبح روسيا ضعيفة بعد كل هذه السنوات من الصراع ولن تشكل خطرا ملموسا، بعد ذلك يمكن مناقشة بجدة حول انضمام أوكرانيا. في رأينا الأوكرانيين هذا الموقف ليس معقولا، لأن بالنسبة للتصعيد روسيا تعتقد حتى الآن أنها بالفعل تحارب الناتو وليس أوكرانيا، وبالتالي من وجهة نظر روسيا لن يتغير شيء إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو، ولكن للأسف موقفهم هكذا ولا نستطيع أن نغير هذا الأمر. أنتقل معك إلى نقطة أخرى، وفي ظل رئاسة المجر الدورية للاتحاد الأوروبي، دلالة زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن إلى الصين ومن قبلها موسكو، ما دلالة ذلك دكتور ميكولا من وجهة نظرك؟ أوربن منذ فترة، وأوربن ومجر بشكل عام، من هي يعني تلتزم بسياسة موالية لبوتين، موالية لروسيا، هذا ليس سرا. هناك علاقات ومصالح اقتصادية واضحة، هناك علاقات تجارية بين المجر وروسيا، ولذلك أوربان يستخدم هذه الفرصة رئاسة المجر في الاتحاد الأوروبي، ولذلك يحاول أن يفعل شيئا مفيدا في رأيه لبوتين، وهكذا هذه المقترحات التي جاء بها أولا إلى كييف وثم إلى موسكو لا شيء جديد فيها، وهي تشابه المقترحات الصينية مثلا التي سمعناها، وللأسف هي لا تقدم شيئا جديدا. يعني أفهم من ذلك، هل أنت مع من انتقد الزيارتين أم أنك ممن يرى أنها مبادرة أوروبية خارج الصندوق ربما تحرك الجمود الراهن في ملف المفاوضات أو الحوار لتسوية الأزمة الأوكرانية؟ أنا لا أعتقد أن هذه مبادرة أوروبية، حيث أدانت قيادة الاتحاد الأوروبي وقيادة الدول الأوروبية هذه الزيارة لأوربان بشكل عام، على سبيل المثال أرسولا فون دير لاين أو جوزيف بوريل، وقالوا بوضوح أن هذه المبادرة هي مبادرة مجرية فقط وليست مجر، لا تمثل موقف الاتحاد الأوروبي في هذه المبادرة. نعم، من كييف دكتور ميكولا باستون الأكاديمي والباحث السياسي، أشكر لك هذه المداخلة. توقع دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية أن يبقى الرئيس جو بايدن في السباق للبيت الأبيض، على الرغم من الدعوات المتزايدة داخل الحزب الديمقراطي له بالانسحاب لصالح مرشح أصغر سنا. أضاف ترامب أن بايدن سيرفض الانسحاب من السباق بسبب ما وصفه بالغرور. على جانب آخر، قال طبيب بايدن أن الرئيس رأى أخصائي الأعصاب كجزء من الفحص البدني السنوي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع، وأضاف أن كل الفحوصات الطبية التي خضع لها بايدن امتثل لها رؤساء سابقين، وكان الرئيس بايدن أبلغ أعضاء في الكونغرس بأنه ملتزم وبشدة بالبقاء في سباق الرئاسة المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل، وأشار إلى أنه أفضل مرشح
يمكن أن يلحق الهزيمة بغريمه الرئيسي السابق دونالد ترامب، وذلك في أو ذلك في الانتخابات المقبلة، وأن الناخبين يريدون استمراره في السباق الرئاسي. وفي ظل الحديث المتزايد داخل أوساط الحزب الديمقراطي عن عدم قدرة الرئيس جو بايدن على استكمال السباق الانتخابي والمطالبة بضرورة انسحابه، تتزايد حظوظ نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشح للحزب في الانتخابات القادمة. وبالرغم من طرح اسمها كبديل محتمل للرئيس جو بايدن، إلا أن النائبة كامالا هاريس لا تزال ملتزمة بدعم بايدن في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. يبدو أن رياح السياسة الأمريكية لن تجري مجددا وفق ما يشتهي الرئيس الأمريكي ومرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن. فبعد الأداء المخيب الذي ظهر به الرجل البالغ من العمر 81 عاما خلال المناظرة الانتخابية أمام خصمه العنيد دونالد ترامب، دعا بعض أعضاء الحزب الديمقراطي مرشحهم إلى التنحي والسماح لمرشح آخر يتمتع بصحة بدنية وعقلية أفضل بمواجهة منافسه الجمهوري. وعلى الرغم من أن فارق السن بين المرشحين لا يتعدى 3 سنوات، إلا أن دونالد ترامب ظهر خلال المناظرة أكثر حيوية وفي لياقة بدنية جيدة مقارنة بمنافسه الديمقراطي، الأمر الذي دعا بعض النواب الديمقراطيين للمطالبة بتنحي بايدن والدفع بنائبته كامالا هاريس لخوض السباق الانتخابي. وخلال الأيام الماضية حظيت كامالا هاريس بالكثير من الاهتمام من متابعين ووسائل إعلام أمريكية بقدر تخطى كثيرا ما كانت تحظى به طوال أكثر من 3 أعوام ونصف شغلت خلالها منصب نائب الرئيس، حيث طالما اعتبرت هاريس غير فاعلة في إدارة الرئيس لا سيما على صعيد ملف الهجرة غير النظامية عبر الحدود البرية مع المكسيك، وهو الملف الرئيسي الذي أوكله إليها بايدن. من جانبها تحاول كامالا هاريس الالتزام باستراتيجية الحملة الانتخابية المقررة للرئيس جو بايدن وإبداء الولاء المطلق له، خاصة بعدما بدأ اسمها يطفو على السطح مع كل حديث عن بديل محتمل للترشح في الانتخابات الرئاسية بديلا عن بايدن بسبب تقدمه في العمر وضعف قدراته الذهنية. وبحسب مراقبين ستتمتع هاريس بدعم واسع من الناخبين الشباب والناخبين من أصول غير أمريكية، كما أنها ستكون الشخص الوحيد الذي يمكنه الاستفادة من الأموال التي جمعت بالفعل لصالح الحملة الانتخابية المشتركة بينها وبين الرئيس بايدن. تطورات متسارعة تشهدها الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشكوك متزايدة حول قدرة بايدن على استكمال السباق الانتخابي ومطالبات بالدفع بنائبة الرئيس لاستكمال السباق في مواجهة ترامب، أمور تزيد من سخونة المنافسة وترفع سقف طموحات النائبة كامالا هاريس بأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية. للمزيد حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ينضم إلي من واشنطن الأستاذ ألدا يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية. سيد ألدا، بعد التحية، يعني نرى ارتفاع لأصوات الديمقراطيين المطالبين بانسحاب بايدن، كيف ترى تأثير تلك الأصوات على حظوظ بايدن في الانتخابات القادمة في نوفمبر؟ أهلا وسهلا. منذ المناظرة الأخيرة والأصوات بدأت ترتفع داخل الحزب الديمقراطي بضرورة تغيير بايدن وتفعيل المادة 25 في الدستور الأمريكي من أجل إزاحة الرجل وتقديم هاريس كمرشحة بديلة عنه. إلى حد الآن ما زالت الأصوات غير كبيرة، ولكن هنالك أنباء أن عدد من النواب البرلمانيين وربما أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي سيذهبون إلى هذا الخيار في الأيام القادمة، والأعين كلها تتجه نحو قمة الناتو التي ستعقد في واشنطن ومدى حيوية بايدن وحضوره الذهني والتزامه بالكلام دون الخروج على التصريحات الرسمية في المؤتمرات الصحفية، وساعتها سيمكن تقرير ما إذا كانوا
سيمضون في هذا القرار أم أنهم سيعززون الثقة في الرجل الثمانيني؟ هل الفترة المتبقية على الانتخابات ستكون كافية لتقديم بديل آخر لجو بايدن حال انسحابه؟ الحزب الديمقراطي سيعقد مؤتمره في أغسطس الشهر الثامن وهو الشهر القادم، وجلي جدا أنه يجب أن يكون هنالك حسم نهائي لأن الخيارات ليست كثيرة لدى الحزب الديمقراطي. الحديث عن حاكمة ميشيغان وعن حاكم كاليفورنيا، ولكن الاسم الأبرز هو للسيدة الخمسينية هاريس لأنها تستطيع أن تقوم بأخذ المبالغ المالية المتحصل عليها في حملة بايدن حاليا إذا ما تم ترشيحها فعليا، لكنها إلى حد الآن ما زالت تقف خلف الرجل الذي أكد في رسالة بعدها إلى أعضاء مجلس النواب والكونغرس الأمريكي بضرورة التكاتف والوقوف خلفه في هذه الانتخابات، وبأنه قادر على العودة وعلى هزيمة ترامب، وأن هنالك كبوة حصلت في المناظرة الأولى لكنه سيكون قادر، خصوصا مع برنامجه الانتخابي المكثف الذي سيقوم به بعد 4 أيام من قمة الناتو في زيارة إلى بعض كبريات الولايات الأمريكية من أجل الحشد لحملته الانتخابية. وهنالك مخاوف ما بعد تصريحات نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة والتي قالت بأن الوضع الصحي لبايدن يجب مناقشته قبل أن يتم اختياره كمرشح للحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات. نعم سيد يعقوب، إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع تصريحات جو بايدن الذي أو التي يتمسك بها بالاستمرار في السباق الرئاسي؟ هو بايدن يصر على أن يظل في السباق وتشجعه جيل بايدن زوجته كثيرا، وكذلك ما زال هنالك دعم من كبار السياسيين في الحزب الديمقراطي وقلق من المانحين الكبار للحزب الديمقراطي من مواصلته للمسار الانتخابي. وإن كان التقارير تحدثت بأنه لا يوجد لديه مشكل باركنسون كما قال البيت البيضاوي والطبيب المشرف عليه، وهنالك نوع من الانتظار أيضا للفحوص التي سيقوم بها في الأيام القادمة، وبالتالي أعتقد أنه يمكن أن نعول ونقول بأن القرار سيحسم بعد خرجاته ولقاءاته مع رؤساء دول الناتو وخرجاته الإعلامية القادمة. إذا كان هنالك نوع من الخروج عن النص والعودة إلى القدرات الذهنية الغائبة جدا والحديث عن أمور في واد من الأمور الأساسية مثل تصريحات من أنه امرأة سوداء وغيرها من تلك الأمور، فإن الرجل يضع عليه علامة الخطأ ومن أنه ليس الخيار المناسب، وبالتالي ستبدأ الأصوات ترتفع أكثر من أجل إبعاد الرجل الذي يتمسك بترشيحه بقوة إلى حد الآن. نعم أستاذ ألدا يعقوب الخبير في الشؤون الأمريكية، كنت معي على الهواء مباشرة من واشنطن، أشكر لك هذا التفصيل والإيضاح حول الانتخابات الأمريكية. إذن بذلك مشاهدينا ومتابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية الحية من القاهرة الإخبارية، كنت معكم أنا عمر مصطفى، أشكر لكم جزيل الشكر وطيب المتابعة وحسن الاستماع. شكرا.